أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم ولكم التفوق والنجاح. سنقدم تمرين علمي إثرائي يناسب جميع المراحل التعليمية. لدينا ثلاث مربعات متراصفة كما هي بالشكل A B C D A B E G و H F C D. نريد إثبات أن زاوية X زائد زاوية Y يساوي 45. لاحظوا معي هذه الحلول الصامتة لهذا التمرين، ونبدأ بالحول الأول. حل أول يناسب الصف الثامن. لدينا المثلث EFC، نقوم بسحب هذا المثلث بانسحاب شعاعه CF، فيصبح لدينا A فتحة EF هي صورة هذا المثلث، ثم نقوم بانعكاس للمثلث للصورة A فتحة EF على الشعاع CF، فنحصل على الصورة الثانية A فتحتين EF، فأصبحت لدينا زاوية X وزاوية Y متجاورتين. ونلاحظ أن زاوية X زائد Y يساوي AF A فتحتين. نصل A فتحتين ونلاحظ المثلث AF A فتحتين. نلاحظ هذا المثلث A A فتحتين F، والزاوية المطلوبة X زائد Y أي زاوية F. بملاحظة المثلثات المتطابقة AE فتحة A فتحتين H EF، هذه المثلثين طبقين ضلعين وزاوية محصورة بينهما، فيكون AE فتحتين يساوي F، وتكون الزاوية A قائمة، أي أن المثلث AE فتحتين F قائم ومستوي الثقيل، فتصبح X زائد Y تساوي 45 درجة. لنلاحظ الحل الثاني يلائم الصف التاسع. لدينا مربعات ثلاث متراصفة في الأسفل، والمطلوب X زائد Y، الزاوية 45 واضحة في الشكل. نقوم برسم متوازي الأضلاع A B K F، أو نقوم بسحب انسحاب لل القطعة AB بانسحاب شعاعه EF. بعد ذلك نصل KC وKE، فنلاحظ الزاويتين الزاوية 45 الزاوية 45، فأصبح لدينا القطعة AC تقابل زاويتين قائمتين، وهذا ما وجد في الرباعي الدائري، زاويتين قائمتان تقابلان ضلع، فأصبح لدينا الرباعي الدائري ABKC، لاحظوا تقابل AC. من هذا الشكل الرباعي الدائري نستنتج أن X لاحظوا كما هي مرسومة الشكل، ولدينا من خواص الرباعي الدائري AB تقابل الزاويتين Y Y، فنلاحظ المثلث A B K هذا المثلث الزاوية 45 خارجية، فيصبح لدينا X زائد Y يساوي 45 درجة. لنلاحظ الحل الثالث للصف العاشر. ماذا نخبئ بجعبتنا للصف العاشر؟ ثلاث مربعات متراصفة X Y 45، نصل نقوم بسحب نقوم بسحب المستطيل ABCD بانسحاب شعاعه BF، فنحصل على مستطيل آخر، ثم نقوم بعملية دوران انسحاب ودوران، ندور الصورة فنحصل على مستطيل آخر A دي فتحتين C فتحتين B فتحتين. بعد هذا الدوران لاحظوا هذا الشكل، بعد الدوران الشكل الثاني واضح أمامنا، لدينا مثلثين طبقين A B C و C فتحتين B فتحتين D فتحتين،
ومثلثين طابوقي الـ ABF و AGD. من تطابق هذه المثلثين نستنتج الزاوية، لاحظوا الزاوية Y C والزاوية Y هون، ونلاحظ X و X بالتبادل الداخلي. لاحظوا تطابق هذين المثلثين X X، فينتج لدينا الرباعي A E B فتحتين D فتحتين رباعي دائري. ماذا استنتجنا من الرباعي الدائري؟ نستنتج أن الزاوية E B فتحتين D فتحتين تساوي 45 درجة، الزاويتين تقابلان E D فتحتين، فتصبح لدينا X زائد Y يساوي 45 درجة. حل رابع يناسب الصف الحادي عشر. نلاحظ المثلثات مرصوفة بهذا الشكل، نقوم بهذا المثلث A B E F، هذا المثلث A B F، نقوم بسحب هذا المثلث أو نقوم بانعكاس لهذا المثلث على المحور AB. فنلاحظ بعد الانعكاس المثلث A E فتحة A F فتحة C، الزاويتين X و Y هو الزاويتين المطلوبتين. نحسب أطوال هذا أضلاع هذا المثلث. أطوال، لاحظوا C F فتحة 5 E، لاحظوا الأطوال A C و E F فتحة حسب ببرهان فيثاغورس مباشرة نحسبها. بعد حساب A فتحة A E فتحة جذر 50 A C جذر 10 A، أمامنا خياران لحساب X زائد Y. إما نطبق مبرهنة الكاشي على هذا المثلث ونحسب E، أو الخيار الثاني نستخدم المساحة. لاحظوا الكاشي، نحسب كوساين E. فينا نرجع نحسب كوساين E ناقص جذر 2 على 2، ونستفيد من أن هذه الزاوية منفرجة، الزاوية منفرجة، فإن A تساوي 135 درجة، 3 سي بي على 4، أي أن X زائد Y يساوي 45. أو حسب المساحة، مساحة هذا المثلث القاعدي ضرب الارتفاع، فنحسب ولدينا مساحة المثلث ABC بيساوي AC ضرب EF فتحة ضرب سين الزاوية E، تمام؟ نساوي بين المساحتين ونحسب سين E جذر 2 على 2، ولكن E أكبر من 90 درجة منفرجة، فنأخذ الحل A تساوي 135 درجة، أي X زائد Y يساوي 45. وشكرا لكم.